اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناه كتب وسينما. هنتكلم النهارده عن حاله اسمها الفتيج او ميديا فتيج وموفيز فتيج او التعب او الارهاق، يعني بمعنى ان هي الوسائل اللي المفروض تكون للمتعه زي مثلا افلام ومسلسلات او حتى قراءه بعض الروايات او الالعاب الجيمينج. المفروض ان دي اصلا وسائل متعه او افاده في بعض الاحيان، ولكن ساعات ممكن حد يقول ده انا تعبت مثلا، يعني انا عندي حالة كده مش عايز اشوف خالص افلام الفترة دي. ليه بقى؟ لان بيكون في حمل زائد مثلا حصل لك في الفترة اللي فاتت، شفت مثلا مسلسل معين خلصت 3 4 مواسم منه، فجأة تيجي بعدها كده بيومين او حاجة مش طايق تشوف حاجة، يعني خلاص حاسس انت تشبعت، حصل لك حالة ارهاق. الحقيقة ان الحالة دي يعني في حاجات كتير، السوشيال ميديا فيها فتيج او ارهاق، والافلام، وفي حاجة اسمها نتفليكس فتيج او من النتفليكس نفسه من كتر الاختيارات المتاحة ساعات ومن كتر الاعمال على المنصات كده حالة من الزهق من كل شيء انت مثلا عايز تشوف. يعني ساعات الحيرة نفسها في اتخاذ القرار، اشوف ايه بالظبط، انهي مسلسل افضل، ايه كل الاعمال دي نزلت مرة واحدة مش عارف ايه، تقول طب انا مش شايف حاجة خالص. وكذلك الجيمينج، ممكن تكون عمال تلعب سواء انت محترف بتعمل مثلا بس مباشر او الكلام ده وعندك جمهور بيتابعوا الالعاب بتاعتك، او سواء انت هاوي في العاب معينة ممكن تكون المراحل فيها طويلة جدا، ممكن تكون انت ارهقت نفسك ساعات طويلة في اللعبة فبيجي لك الحالة اللي اسمها جيمينج فاتيج. فالاول حاجة يعني المصطلح الاولاني اللي هو الميديا فاتيج، ده ارهاق نفسي بسبب في حاجة اسمها الحمل الزائد للمعلومات اللي موجود في كل حاجة دلوقتي على السوشيال ميديا، تفتح فيسبوك تويتر انستجرام مش عارف ايه، عمال تفتح منصات ورا بعض فبيجي حمل زائد للمعلومات، حاجات كتيرة بتتدفق لعقلك فبتحس ان انت يعني عندك ارهاق. فالحل بتاع الحمل الزائد للمعلومات ده نتيجة تعرض دائم للسوشيال ميديا ان انت بقى يعني تشوف حاجة تانية، تتعلم طبخة معينة، تنزل تتمشى، تعمل رياضة، تروح الجيم، تشوف حاجات اخرى في الحياة، تبدأ تفكر كده في بدائل بدل ما التعرض الزائد للمعلومات ده. يعني افضل لو نزلت كده قعدت مثلا على النيل مثلا او تمشيت في الشارع، تاخد فترات راحة طويلة شوية لو انت حاسس بالارهاق ده او حاسس بحمل زائد من المعلومات على السوشيال ميديا. او الحلول كمان اللي متاحة ان هو تقليل عدد المنصات، يعني بدل ما انت عمال تفتح فيسبوك وانستجرام وتويتر وتيك توك ويوتيوب، كل المنصات دي عمال تفتحها ورا بعض، اختار منصة واحدة كده وركز عليها تلاقي فيها كل حاجة عادي، الفيسبوك عليه فيديوهات، اليوتيوب عليه فيديوهات، مش لازم تفتح كل الحاجات اللي فيها فيديوهات، ممكن تقلل عدد المنصات شوية، تستغنى على الاقل عن واحدة او اتنين، وتبدأ تحدد برضو وقت معين في اليوم لمنصة في فترة كده تكون خلصت الوراق، يعني ما تخليش الحاجة دي تستهلك حياتك. حتى برنامج زوم الشغل نفسه الارهاق بقى، واصلا في مصطلح في الشغل اسمه بيرن اوت او الاحتراق او التعب برضو، يعني زي الفتيج كده اللي هو انت تعبت من كتر اداء مهمات معينة. حتى برنامج زوم بتاع الاجتماعات، الناس اللي بتعمل اجتماعات على طول في الشغل وبيشتغلوا مثلا من البيت وكده واجتمعوا مع المدير بتاعهم، في مصطلح كمان اسمه زوم فتيج، حتى زوم نفسه فيه برضو ارهاق منه، زهق منه، وان الناس من كتر استخدام هذا البرنامج. فده مقال برضو بيتكلم على يعني دراسة كانت معمولة للسوشيال ميديا فتيج، وان هي بتسبب يعني حالة من الارهاق العقلي بسبب الحمل الزائد للمعلومات. ولكن نيجي بقى للستريمينج، الخدمات بقى، الكتر المنصات، نتفليكس وديزني ويعني حاجات كتير موجودة، وابل وامازون، كل المنصات دي سببت لستريمينج فتيج، تعب من المنصات اللي بتعمل ستريمينج. فقال لك هنا في ناس كتير بتلغي الاشتراكات وناس بتنضم لخدمات جديدة، والسبب بيكون يعني في طبعا اسباب مالية، خفض النفقات الشهرية، ولكن اكتشفوا برضو ان مش المال بس هو الاعتبار الوحيد، ولكن في ناس حصل لها فتيج او زهق او ما عادوش بيستخدموا النظام ده، او العرض اللي هم اصلا كانوا عايزين يشوفوه او المسلسل ما عادش موجود. ساعات نتفليكس بتشيل كده بعض العروض وتاخد قرارات ممكن بتضايق المستخدمين. فهنا برضو مقال بيقول لك مش الباسورد شيرنج مش هو ده اللي بيقتل نتفليكس، ولكن الستريمينج فاتيك او الزهق من المنصات. انا عمال مثلا نتفليكس ورا امازون ورا ابل مش عارف ايه، فجاه كده تقول كفايه انا زهقت، انا عايز انزل مثلا اتمشى، عايز اقعد على كافيه، عايز اقرا كتاب. حتى القرايه بقى برضو ليها مصطلح تاني، احيانا بيحصل لك انقطاع في القراءه لو انت مثلا كنت مداوم عليها، وبتحصل حتى للناس اللي هي يعني بتقرا كتير، بيحصل حاجه اسمها ريدنج سلامب،
اللي هو يعني ركود كده في القراءة في فترات معينة، تحس ان انت مالكش نفس او زهقان شوية، ولكن ممكن هنتكلم برضو كيفية التغلب على الحالة دي وازاي تعاود النشاط مرة تانية. ففي المقال ده بتاع يعني اللي هو الستريمينج فاتيج بيقولك ان نتفليكس بتقول في الاف من البرامج والافلام، ومع ذلك ساعات المستهلك او المستخدم بيشوف ان هو العثور على محتوى معين يحب يشوفه، تحس ان هو عمل روتيني او ملل، بيحتار يعني عمال يقلب في اعمال كتير 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 ومش عارف يشوف ايه بالظبط، بيحصل له حيرة وشلل في اتخاذ القرار. ساعات ده بيأثر على استخدامك للمنصة بشكل عام او الملل منها. وساعات نتفليكس تعمل مثلا مسلسل معين تيجي تتابعه تلاقيهم مش هيجددوا للموسم التاني، وانت كنت مثلا مستني او متشوق ومش عارف ايه. ساعات بيحصل حاجات كده في المنصات ممكن تؤدي لتوتر في العلاقة ما بين المستخدم والمنصة. يعني في ناس يقولوا لا ده نتفليكس ده ما جددتش مسلسلات معينة مع انها حلوة، مش عارف هي عمالة تلغي ليه، وخصوصا لو مسلسلات يعني فيها مجموعة مراهقين كده هم ابطال العمل. وان كمان الناس اتكلمت على الجودة مقابل الكمية، نتفليكس ساعات بتهتم بالكم، ترمي اعمال كل شوية كذا كذا كذا، وكتير منها ياخد تقييم ضعيف قوي. فالمقال بيقول ان ابل تي في يعني هو في برضو مركز شوية على الكيف وليس الكم، ممكن تلاقي اعمال عليه اقل بس ساعات فعلا تلاحظ ان ابل بتهتم بان يكون العمل ممتاز او جيد جدا. هنا برضو مقال تاني بيقولك ان المشتركين بيعانوا من الستريمينج سيرفيس فاتيج، او التعب بقى او الارهاق او الملل من المنصات، وان المشاهدين بقوا مرهقين من العدد الهائل من الخدمات البث، يعني كل المنصات دي اللي موجودة والاشتراكات الكتير، فالناس يعني بتلاقي كميات مختلفة من المسلسلات والافلام، فبيحصل الحالة دي. لدرجة ان في مصطلح بيوصف كمان السوبر هيرو، الافلام بتاعت مارفل ودي سي كوميكس والكلام ده كله، الافلام دي نفسها كتر الشخصيات بتاعت او العالم المتكامل بتاع مارفل او بتاع دي سي او الكلام ده، بقى في مصطلح طالع اسمه سوبر هيرو فاتيج. ناس زهقت تشبعت من الشخصيات وافلام السوبر هيرو. واحنا طبعا فاكرين قبل كده ان مارتن سكورسيزي المخرج الكبير كان مش عاجبه الكلام ده اصلا من الاول، وقال انها مش هتدوم والافلام دي مش من النوع اللي هو الخالد يعني اللي انت ممكن تشوفه بعد عمره وتستمتع بيه مره تانية، او ان دي مش سينما حقيقيه، وشبهها بالعاب الملاهي مش عارف ايه. يعني كان في كده ناس، وفي ناس شاركته الراي وناس اختلفت معاه وقالوا لا الافلام دي فعلا دي مش سينما، ده مجرد ابهار بصري وهكذا. ولكن مش ده موضوعنا، هو طبعا في ناس معه وناس ضد، ولكن في ناس بتحب جدا افلام مارفل ومدمنه يعني، وفي ناس مدمنه افلام دي سي وهكذا، وفي ناس شايفه ان دي مش السينما، سينما للمخرجين الكبار لحاجات كلاسيكيه واعمال فيها دراما وقيمه روحيه وقيم انسانيه، مش افلام السوبر هيرو. يعني في اختلافات في الراي فده مش موضوعنا، ولكن ان في حاجه اسمها سوبر هيرو فاتيج اللي هو الارهاق والزهق من كتر الشخصيات اللي عماله تطلع، مسلسلات وافلام واجزاء وعوالم، فيعني حصل حاله من التشبع. فهذا المقال يعني بيقول سوبر هيرو فاتيج، هل مارفل لسه عندها الاهتمام من المشاهدين يعني، ولا بدا يعني في المقال بقى بيقول لك هل بدا الارهاق من السوبر هيروز او الابطال الخارقين. حتى ان جيمس جان يعني هو ممثل ومخرج افلام وكاتب سيناريو وشارك في عدد من الافلام بقى اللي هي تخص يعني السوبر هيرو والكلام ده، هو نفسه اتكلم عن فكره السوبر هيرو فاتيج، وقال انها مرتبطه اكتر بالطريقه اللي بتتروي بها القصه، مش الزهق من الشخصيات نفسها، ولكن ساعات القصه ما تكونش جذابه بشكل ما. ففي هذا المقال هل فعلا احنا بنختبر حاجه اسمها السوبر هيرو فاتيج؟ ففي ناس بتقول لا المصطلح ده ملوش وجود، انا ما زهقتش من الشخصيات دي، انا محتاج شخصيات اكتر من مارفل ودي سي. ولكن برضو جيمس جان اعترف بالظاهره دي وقال ان المفهوم ده فعلا موجود، فهو طبعا يعني بصفته بقى مخرج ورئيس تنفيذي وزي ما قلنا وكاتب والكلام ده، ان هو يعني احنا بيقولوا ان هو بيحب، احنا بنحب سوبرمان بنحب باتمان والشخصيات دي في قلوبنا، ولكن ساعات بيكون الموضوع ممل لما يكون القصه نفسها مش مشوقه، بيحصل حاله من التشبع او الارهاق من الحاجات دي او الافلام اللي من النوعيه دي، ولو مفيش شخصيات جديده او روايه قصص مبتكره، فانت لو ما عندكش قصه فعلا مبتكره زي ما بيقول جيمس جان، فاللي هيحصل ان اللي انت شايفه قدامك كانه مجموعه كده ايه حاجات بتضرب بعض وخلاص، فانت محتاج إثارة أكتر في القصص. فالمقال برضو اتكلم إن جيمس جان يعني كان بيصارح بقى وبيتكلم عن الحالة اللي هي السوبر هيرو فاتيج. ولكن بالنسبة للقراءة بقى، طب ساعات احنا بنهرب مثلا، انت هنقول نهرب من الأفلام ولا المسلسلات حاسين بالفاتيج أو زهقنا أو الكلام ده، طب نروح فين؟ واحد يقول لك طب نروح للقراءة. حتى القراءة ساعات بالنسبة للقراء النهيمين حتى ساعات بيحصل لهم حاجة اسمها فترات انقطاع، ركود أو ريدنج سلام. فهو بيقول لك إن مفيش حد محصن من الموضوع ده، يعني حتى القراء
الكبار اللي بيقروا كتير جدا وكميات من الكتب برضو بيجي لهم في مرحلة من المراحل reading slump، او يحسوا بالركود، او انا مش طايق اشوف كتاب دلوقتي، ممكن تقعد فترات، ممكن تقعد شهور، فهي مرحلة بيفقد فيها القراءة نفسها، بتفقد بريقها ومش قادر. بعض الناس بيوصفوه، يعني بعض القراء بيوصفوا الحالة دي، بيقولوا مش قادر اركز لفترة كافية عشان اخلص الكتاب، وممكن اسيب الكتاب واروح للتلفزيون او المسلسلات، مش قادر، ما عنديش الرغبة. فقالوا ان بعض الاسباب مثلا زي قراءة كتب متعددة في وقت واحد ممكن يحصل لك الركود ده او الملل، او ان انت عمال تحاول تقرا كتاب معين وهو مش عاجبك، انت حاسس ان هو من اوله كده هو اصلا مش عاجبك، وممكن ضغوط الحياه نفسها، يمكن انت حاسس بشويه ضغوط في عملك او عندك ارهاق في حاجات تانية، فبرضه مأثره على تركيزك في القراءه. طب ايه الحل؟ يعني ايه الحل حاجه زي كده؟ فهي يعني في احدى رؤساء مؤسسات ادبيه بتقول، يعني في المقال بتقول ممكن تلتقط كتب اقصر شويه، مش لازم تاخد كتاب طويل يعني او كبير، ممكن تبدا كده تاخد كتاب يعني تكون عدد صفحاته قليل، بيترجع مره اخرى الشغف واحده واحده يعني، او تجرب كتاب صوتي، كتاب صوتي يعني مش لازم تكون مثلا عمال تقرا كتاب، ممكن تسمع كتاب في العربيه او في بيتك او على الموبايل، او تقرا كتاب مفضل ليك كان من زمان، يعني انت مثلا مش لاقي كتب مشوقه دلوقتي، اقرا كتاب قديم كلاسيكي كان عاجبك قوي، ممكن يرجع لك الشغف تاني، او روح اقرا في مكان معين. يعني هي بينصحوا هنا مثلا تتوجه للمكتبه، الجو العام كده حواليك وناس قاعده عماله تقرا، ممكن يرجع لك برضو الشغف، او زي ما في ورك سبيس كده، ساعات في ناس بيشتغلوا مع بعض في اوضه معينه او شقه، مكاتب كل واحد رايح باللابتوب بتاعه او الكلام ده، ساعات ده بيزود الشغف. فبرضو بالنسبه للقراءه يعني تشوف كده مجموعه قراءه او ناس بتقرا في مكتبه تقعد معاهم، ممكن يرجع لك مره اخرى برضو الرغبه في القراءه بشكل كبير. في مقال بقى بيتكلم عن البارادوكس اوف تشويس، او مفارقه الاختيار بالنسبه لنتفليكس. يعني ساعات من كتر الحاجات، طبعا هو مفارقه الاختيار في حاجات كتير، ولكن بنتكلم على نتفليكس نفسها، هو اصلا في مصطلح اصلا اسمه نتفليكس فاتيج كمان، يعني مش بس الافلام، ولكن نتفليكس لوحدها فيها المصطلح ده غير الستريمينج فاتيج، هي طبعا نوع من انواع الستريمينج يعني. ولكن هو بيقول هنا في المقال ان ساعات من كتر الاعمال الموجوده بيكون في اختيار، او يعني في مفارقه كده في الاختيار، او الزياده في عدد الخيارات المتاحه يؤدي لإيه؟ إن الناس ما يكونوش سعداء، يعني من كتر الأعمال المتاحة والآلاف الأعمال الموجودة على نتفليكس والمنصات، ممكن يحصل لك يعني نوع من اللي هي عدم القدرة على الاختيار، أو شلل التحليل، أو شلل اتخاذ القرار، فممكن يؤدي لانخفاض السعادة. يعني في المقال يقول لك إحنا عندنا خيارات كتير حوالين إيه اللي ممكن نشوفه، ولكن القرار بقى صعب، والأخطاء أصبحت أكثر احتمالا، يعني احتمال كبير أنت ممكن تقع في عمل يطلع مش حلو للأسف. حتى إن في نصائح بقى في المقال يقول لك مثلا المفروض نتفليكس تقلل شوية عدد الخيارات اللي بتطرحها، او تحط يعني الاعمال الجيدة اكتر ما تكون حشو على الفاضي، يعني حاولوا يزودوا زي ما قلنا الكيف وليس الكم، مش اعمال وخلاص عمالة تنزل كده على الفاضي ومعظمها وحش، لا يركزوا على الاعمال الكويسة جدا واللي هي تكون مضمونة انها هتلاقي استحسان الناس. موقع ريدت برضو ناقش الموضوع، وناس اتكلمت، واحد كان بيقول يعني ازاي يتعامل مع الموفي فاتيج، او التعب من الافلام او الارهاق، وبيقول يعني انا اول مرة، حسب الكاتب في ريدت بيقول ان هو اول مرة من سنين ما شافش عدد من الافلام الاسبوع ده، مش عشان ما عندوش وقت، ولكن هو مش حاسس بده، مش حاسس بالرغبة، وكأنه عمل روتيني، كأن الأفلام بقت حاجة روتينية، هو زهق. فبيقول هل ده حصل لأي حد برضو منكم؟ حد كده يجاوبني. فواحد بيقول له إجابة برضو منطقية، بيقول له لا، ما هو المفروض مشاهدة الأفلام دي ما تكونش عمل روتيني أصلا، يعني لو أنت حاسس بكده لا، روح اعمل حاجة تانية، تسلى، انزل اتمشى، توقف عن إجبار نفسك. هو أنت مش بتشوف أفلام كده بالعافية عشان يتقال عليك أنت شايف أفلام كتير؟ لا، لازم تكون مستمتع، لو مش مستمتع بطل عادي، ما هي ماهوش واجب، ماهوش لازم، ماهوش يعني مش حاجة أساسية لازم تعملها، وإلا مثلا هتموت. يعني لو أنت مش مستمتع دلوقتي بطل وشوف حاجة تانية تعملها، عادي جدا، مفيش أي مشكلة، بتحصل لكل الناس، مش إجبار. هو اللي أنا واخد شوية مواسم مسلسلات لازم أخلصها حالا، لا مش كده، الأفلام معمولة للمتعة أو المسلسلات. ففي واحد تاني جاوبه بيقول له انا ما بيحصل لي الموفي فاتيج، بيقول ما بشوفش حاجه لمده اسبوع تقريبا، فده بيسمح له بالانتعاش واستعاده الرغبه في المشاهده. تنجح الطريقه دي، تنقطع فتره كده وترجع، مفيش مشكله. فكلهم يعني بينصحوه ببدائل، او تاخد فترات طبعا شويه من الانقطاع او الراحه. وسؤال تاني برضو على موقع
كوره، اسئله واجوبه بقى. فالناس واحد بيسال يعني هل من الطبيعي ان انا اتعب من مشاهده الافلام؟ فطبعا جات له برده اجابات كتير، وواحد برده قال له ايوه طبعا ده طبيعي، وواحد تاني جاوبه بيقول له ساعات بتكون السيناريوهات في الافلام بتتبع نفس الهيكل او الطريقه، وساعات يعني بيكون الموضوع ممل بعد فتره، فبينصحه يعني انه ياخد برده بعض الوقت كده، او يستكشف مجموعه تانيه من الافلام. دي اجابه كويسه يعني، يشوف يعني مثلا لو هو كان دايما يشوف افلام هوليوود وعمال يشوف افلام امريكيه والكلام ده، جرب سينما تانيه، جرب شوف في السينما الاسيويه يمكن تعجبك او تحس بنوع من التغيير، او سينما فرنسيه او يابانيه، يعني غير كده، ده برضو ممكن يساعدك. الجيمينج نفس الموضوع، يعني في حالة في الجيمينج برضو تسمى إجهاد الألعاب أو إرهاق الألعاب أو الجيمينج فاتيج، فبيستخدم برضو الوصف حالة من الإرهاق الجسدي أو العقلي الناجم من يعني إجهاد طويل أو قضاء وقت طويل في الألعاب. فهو المقال بيقول لك معظم الناس ممكن تتعب من شغل مثلا مرهق أو كده، ولكن حتى الهوايات ليها تعبها، يعني حتى الجيمينج لو انت هاوي وشايف ان الجيمينج دي وسيله تسليه، ساعات يعني اللعبه نفسها بيكون عليها عامل انها تسبب لك جيمينج فاتيج، مراحل صعبه، لعبه مرهقه قعدت فيها وقت طويل جدا يوميا عشان تخلصها، فساعات اللعبه نفسها تسبب لك الجيمينج فاتيج، وساعات انت نفسك او حسيت بالملل او زهقت من كتر تكرار الالعاب لفترات طويله في اليوم. فالافضل لازم تاخد فترات، وبينصحوا هنا سواء للمحترفين او الهواة ان انت عشان تكافح التعب من الالعاب ده، يعني نظم نومك، يعني لازم تنام بشكل جيد في اليوم، متخليش اللعب يخليك تسهر فترات طويلة وتبدأ بقى تاخد منشطات وقهوة وحاجات بقى ومشاريب طاقة والكلام ده عشان بتطبق عشان تلعب، ده ارهاق وحمل زائد جدا. لازم تنام كويس وتعرف ان اللعبة موجودة، يعني مش هتروح في حتة، هي اللعبة هتفضل معاك، فما ترهقش نفسك اكتر من اللازم، تبقاش مدمن العاب ولكن تبقى مستمتع بالالعاب، وتاخد فترات راحة طبعا في وسط وانت بتلعب كده، لو بتلعب مثلا كذا ساعة وانت غاوي ومستمتع وكل حاجة، بس لازم تريح، لازم توقف كده وتنزل تروح مكان تقرأ كتاب، تفتح حتى التلفزيون، اي حاجة يعني بديلة، ما تقضيش وقتك كله في الالعاب، ده افضل ليك يعني. او دي النصائح اللي هي لمكافحة الجيمينج فاتيج او الارهاق من الجيم، او ان انت ساعات بتزهق من كتر اللعب، انت اللي عملت في نفسك كده، انت زهقت نفسك من كتر ما لعبت، فشوف حاجة تانية، شوف بدائل واخرج شوية من نطاق الالعاب وارجع تاني، هتلاقي نفسك ممكن تجدد النشاط لو انت غاوي يعني، او ده شغلك اصلا، لو انت شغلك الالعاب وانت محترف، فساعات تبقى محتاج تجدد النشاط وتشوف حاجة تانية تعملها كبديل، وبعد كده تبقى ترجع تاني متشوق للعبة اللي انت بتلعبها. ولكن اهم حاجة الاهتمام بجسمك، وتاخد الراحة الكافية، وتاخد فترات عشان عينك حتى وعشان ظهرك، لازم فترات راحة، لازم تعمل لها جدول او تستخدم البومودورو او اوقات معينة، وتاخد بريك، اهم حاجة البريك عشان صحتك. فزي ما شفنا كل حاجة مسلية يعني رغم انها بتسبب المتعة وشيء جميل ومشوق وكده، ولكن برضو ساعات بيحصل منه ارهاق، بيحصل منه تعب او بيرن اوت، او ان انت حاسس ان انت بقيت مجهد من الشيء ده، خلصت مثلا موسمين ثلاثه من المسلسل كده، فجاه واحد قال لك تعالى نشوف فيلم هندي مثلا، فيلم طويل ثلاث ساعات ولا حاجه، تقول لا انا بص انا مش طايق اشوف فيلم دلوقتي مثلا، انت مخلص مسلسل معين فعايز فتره كده تاخد بريك كده وهدي نفسك، والموضوع زي ما قلنا هو مش اجباري او مش واجب او مفيش حاجه بتجري وراك يعني، استمتع بالاعمال اللي بتشوفها، ولو حاسس بزهق ما تشوفش عادي جدا، ما فيش اي مشكله يعني، لازم بترجع بعد فتره بتلاقي نفسك مستمتع، فتره مش مستمتع. وكذلك القراءة ساعات بيبقى فيه المنحنى بتاعك، ساعات صاعد ساعات هابط، بتحصل لكل الناس حتى المحترفين في عالم القراءة بيحصل لهم reading slump. ودي كانت حلقتنا النهاردة عن الإرهاق من الأعمال وساعات الملل منها، حتى شخصيات السوبر هيرو والجيمينج وحاجات تانية، ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.